أينما كنتم نحييكم مرة أخرى في برنامجكم صدى الملاعب، ونبقى مع نتائج جولة الوطن من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. في مباراة ثانية، الفتح سابع الترتيب، استقبل الحزم وخسر منه بهدف. مجيد رضوان مع كل التفاصيل. يا يناك فريرة القادم الحزم الذي سجل انتصار القادم الحزم لديه المعنويات العالية بعد فوز أول على أبها، وفي شوط أول فرصة أولى متأخرة ومتأخرة جدا، لكنها شكلت الخطورة من تصويبة كويفا، ومن الركنية حاول الفتح مخادعة الحارس والدفاع ولم ينجح. أغلق ملف الشوط الأول دون فرصة حزماوية، لكن حين ظهرت، حين اخترق البرتغالي تياغو، اخترق الدفاع، عرضها، والإبعاد جاء بشكل تمريرة ذهبية للمغربي محمد خطفي. الله الله! الأعلى رقما والبادئ بالتسجيل، حزم الصمود يضع. الفتح تأخر رغم كثرة المحاولات، والحزم نجح بالوصول وكرر الفعل من جديد وسط بحث النموذج عن التعديل بعد مرتدة صفراء وصلت الكرة إلى الشباك، لكن الحكم استدعي إلى الفار لتقييم حالة الاندفاع، هل كانت على الكرة أم على اللاعب؟ ألغي الهدف الثاني، هكذا كان القرار، وهكذا بقي الأمل الفتحاوي بالعودة بالنتيجة. فارق الهدف ليس من الصعب تعويضه، لكن البرتغالي تياغو واصل المراوغة، واصل غربلة الدفاع وانفرد بكوبال، والأخير رفض مضاعفة النتيجة. كويفا حضرها، قشرها لفراس البريكان، والأخير تأخر قليلا، فكانت الكرة أسرع من تحركاته، أسرع من أن تدخل الشباك في الدقيقة 90، في دقيقة الخروج بنقطة تعادل على أقل تقدير. السجال لم ينتهي حتى الأوكراني كوفال تقدم باحثا عن التعديل، فلا خسارة أكثر من 3 نقاط، لكن الحزم تكتل في الدفاع، حزم كامل النقاط. من الرضوان صدى الملاعب.